اسمي خير الدين، بريغيت مستوى الرابع في مدينة جديدة بالحي القلعة. بحي القلعة هواية ديالي كرة القدم. قبل الماتش كيحفز كاع اللاعبين، والمهم انا كيهضر معايا باش انا ندير داكشي اللي غيديرو كلشي ياك وكيدوي معايا في الاخر. ديك الحاجة اللي كاع ما عرفت ليها كيوريها ليا صافي، وبحال هكا كنبقى غادي. كنجي كنحيد عليا المدرة، كنجي كنحفظ عاد الا كانت عاد لونطري ما كنمشي ليها، حيت الكره غير هوايه بالنسبه ليا. الحمد لله انني نلعب في الدفاع، فريق الدفاع الحسني الجديدي، حيت في قبل كانوا كيلعبوا فيها غير البراني، اما دابا تجي البيت العقليه ولا كيلعبوا فيها غير ولاد البلاد. حتى انا بغيت مني نكبر نولي نلعب مع الكبار. انا بدات هاد الهوايه ديالي من الصغر، كان كيشجعني بابا وخويا زين الدين، حيت هو لعب كرة القدم. ولاد دربنا حتى هما كانوا كيشجعوني. ملي كنماركي كتجيني فرحة كبيرة ياك، وكيفرحوني جد الدراري كيلعبوا معايا كرة، حتى انا كنلعب معاهم كرة. الطموحات ديالي ملي كنماركي كتكون جميلة. السلام عليكم وشكرا لجريدة أشواق على هذا التحفيز. هذا خير الدين، أنا ولد الدرب ديالهم، وكنعتبره انا اسطوره جديديه لانه عنده واحد القدرات خارقه في اللعب ديالو. وكنتمنى من الناس المسؤولين في هذا الميدان ديال الرياضه ياخذوا بعين الاعتبار هذا الوليد هذا، لانه ما خاصوش يضيع. وكنشكر بزاف جريده اشواقع، وكنعاود نشكرها جزيل الشكر للتاثير ديالها وعلى التحفيز ديالها لهذه المواهب الصاعده. وشكرا بزاف، شكرا وشكرا.